بس للاسف النهارده معلش هنبدا وهيبقى في خبر غير جيد، لان هو مش احزننا احنا بس، لا هو احزن اعتقد يعني كل العرب واحزن كل العالم اللي تابع هذا الخبر. طبعا تعازينا اكيد للشعب المغربي والبقاء لله في وفاه الطفل ريان. يعني وعايزه اقول لحضراتكم كمان النادي الاهلي تقدم ومجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه يعني كانوا بينعوا ببالغ الحزن والاسى لطفل ريان، داعين طبعا المولى عز وجل ان يعني يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان. ويتقدم كمان المجلس بخالص التعازي لأسرة الطفل والشعب المغربي والشعب العربي والإنسانية أيضا. أعتقد دي حاجة يا كريم مش بس يعني بنعزي فيها شعب معين أو عيلة معينة أو أسرة معينة، إحنا بنعزي الإنسانية، بنعزي نفسنا كلنا. حاجة يمكن مأساة تبعناها على مدار أيام وكل الناس كانت بتتمنى إن هذا الطفل يتم إنقاذه، لكن طبعا الأعمار بيد الله. يعني الواحد ما يقدرش يقول حاجة في الحالة دي، ولكن أكيد 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 كلنا عندنا حزن شديد جدا. وبعض بقى يا كريم يقول لك كان ممكن يتم انقاذه، لو مش عارفه كانوا اتصرفوا ازاي، الامكانيات، لازم يتم اعاده النظر لهذا الملف، لازم نشوف الدول العربيه، يعني انتقادات ويعني حاجات زي كده طبعا اتقالت. بس في الاول وفي الاخر روح بريئه راحت طبعا يعني. النوع ده من الامور القدريه مفيش كلام ممكن يتقال فيه الحقيقه. اكيد خالص تعزينا للشعب المغربي الشقيق. يعني وزي ما نهاوند بتقول احنا كلنا، كل دوله على فكره كانت بتعزي نفسها من خلال هذه الواقعه المؤسفه. ان دايما اي خبر حزين يبقى طرف رئيسي فيه طفل ايا كانت الملابسات ايه، بتكون حاجه حزينه جدا. والحقيقه على مدار 4 أو 5 أيام انظار العالم كلها كانت متجهه الى دوله المغرب الشقيقه، وكل كان بيدعي وكل كان بيتمنى وكل كان عنده امل يعني. والناس كانت بتتابع دقيقه بدقيقه وسنتي بسنتي اثناء عمليات الحفر، وكان في امل كبير عند الناس كلها، لان طبعا هذه الواقعه وهذا الطفل يعني أثار تعاطف بطبيعة الحال الناس كلها في كل مكان في العالم. فطبعا خالص تعزينا لشعب المغرب الشقيق طبعا.